مزمور 87 لبني قرح، مزمور تسبيحة أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب صهيون، أبواب الكنيسة. الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله، يا كنيسة الله. أذكر رهب وباب العارفتية، هو ذا فلسطين وصور معاكوش، هذا ولد هناك. ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهي العلي يثبتها. الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك، ومغنون كعازفين كل السكان فيكِ.